مرحبا بكم، هذا موعد جديد من برنامجنا تونسنا اليوم على قناة تونسنا بتاريخ 23 أفريل 2014 على المباشر مدة ساعة. نحكيه في زوز مواضيع. الموضوع الأول باش تكون ضيفتنا في الجزء الثاني أمل بالحاج، ناشطة حقوقية وسياسية ليبية مرشحة للرئاسيات في بلادها، موقف نقشوه بعد مع ضيفتنا، إضافة إلى الحديث على الوضع الأمني خاصة اللي يعرف صعوبات كبيرة 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 برشا في ليبيا. ولكن البداية باش تكون مع الندوة الصحفية اللي تم عقدها اليوم من طرف الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بمعية هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الشهداء والجرحى. الندوة الصحفية ذي تقال فيها برشا كلام وجات فيها عديد التصريحات، كما قيادات أمنية وسياسية تطلب اللجوء السياسي إلى الخارج، كذلك تقال فيها محكمة التعقيب لا يمكن لها أن تحسم قضية الشهداء والجرحى قبل عامين. التصريح هذا جاء على محامية كما قلت المتهمين في هذه القضية. ضيوفنا للحديث حول هذا الموضوع يحضر معنا سي صاحبي أجويني المكلف بشؤون القانونية بنقابة قوات الأمن الداخلي، واللي بعد شوي إن شاء الله باش يكون حاضر معنا. ولكن الضيفة اللي وصلت وسعداء بالترحيب هي مدام سامية مقطوف، محامي هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الشهداء والجرحى. مساء الخير ومرحبا بك. شكرا. تحية إلى كل من سفيان بن حميدة، مساء النور، جمال العرفاوي. البداية تكون مع تقرير عودة على أهم ما جاء في هذه الندوة الصحفية. ليه نسحب كلمتي يا أستاذة؟ مش أنت يا أستاذة. اعتداء جديد في سجل الصحفيين سجل اليوم بعد أن أقدم عدد من أعضاء الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي على الاعتداء لفظيا على عدد من الزملاء الصحفيين أثناء تغطيتهم لندوة صحفية عقدها الاتحاد. نص ساعة نسمع في نفس الحديث قاعد يتعاود، طلبنا يتعطينا المعلومات اللي من أجلها جينا للندوة الصحفية اللي كانت تغطية الإرهاب وموقف الوزارة من الأحداث الأخيرة. فما شرعنا أن السيد يقول اللي ما عجبوش يخرج. ثلاثة سنوات حملنا عرفت مماثلة أمنية، الكثير من السلوك السيء والكثير من السلوك الخطأ والكثير من الإهانات. اليوم ماش مطالب نتحمل كما هو يدفع على أولاده ومن حقه، وأنا ندفع على أولاده ومن حقي. عدد من الصحفيين غادروا قاعة الندوة احتجاجا على سوء معاملتهم بعد أن طلبت صحفية من عضو المكتب التنفيذي صاحبي جويني الدخول مباشرة صلب موضوع الندوة. صاحبي جويني قال اللي ما عجبوش يغادر. احنا غادرنا عدد من الزملاء، غادرنا باش نعلموا النقابة بالإهانات هذه اللي تعرضنا لها. إذا به وإحنا خارجين في الباب يقولوا لنا يحبوا على الفزاني ويقولوا لنا كلام خايب. احنا علمنا عضو المكتب التنفيذي سيدة الهمامي باللي صار اليوم وقالت قاطعوا، وإحنا الزملاء الكوليكا كما تشوف هنا قاطعنا. النقابة تحمل مسؤوليتها في محاولات جس النبض هذه لإهانة الصحفيين. هذا وقد قدم البعض من أعضاء الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي اعتذاراتهم، معتبرين أن السيد الذي تهكم بالعبارات المسيئة للصحفيين لا يمثلهم. خرجوا الممثلين عن نقابة الأمن، اعتذروا صراحة للصحفيين وقالوا للسيد هذا راهم يمثلهمش. أنا نقول مدام شو يعمل هو داخل في مقر متاع الاتحاد، لأن الندوة كانت داخل المقر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مدام وجود داخل، مدام على الأقل ما نعرفش حتى كان يحب يشوش ولا حسب ما يحبوا يوصلونه هما. السيد هذا مدام داخل، مدام يرى يمثل الأمنيين ويمثل على الأقل نقابة الأمن في اليوم هذايا. كان هذا التقرير جات فيه برشا تصريحات، ولكن دون أن ننسى المشكل اللي صار اليوم مع الصحفيين. تقريب سمعنا عدد من الصحفيين قالوا، وأنه على لسان سي صاحبي جويني اتقال بالضبط اللي ما عجبوش يغادر. باهي باش نسمعك بالطبيعة سي صاحبي، مرحبا بك. ساعة مرحبا بالأخوة، يعيشك. ولكن نبدأ بسؤال مع سفيان بن حميدة. أي سدير، الموقف متاعك يبدو غريب سي صاحبي. احنا معناها خدمة كبيرة صارت ما بين نقابة الأمن وما بين الصحفيين باش نحاولوا نتويو صفحة أليمة في تاريخ علاقاتنا. يسيئنا أنه على الأقل من مسؤول نقابي أنه تصدر تصريحات كيما هكا. أستاذي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة قبل ما نبدأ في التفصيل، نحب باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي نجدد
اعتذاراتنا على اللي صار اليوم. هو راهو ماهوش خلاف بقدر ما هو سوء تفاهم، بمعنى احنا نتحملوا مسؤوليتنا في اللي قلناه. ولما كنت انا نعطي في المعطيات، لما وصلت لاهم ملف في الندوه اللي هو ملف الامن الموازي، وبديت وعندي انشانمون في مخي نتبع فيه، نسمع في صوت قال جايبيولنا باش تعطيونا عموميات، راني ما ثبتش في شكون اتكلم الكلام هذا في وسط السال، وما عرفتش الوجه، مع العلم وانه القاعه ماهيش مامنه راه، معناها اللي في القاعه موجودين مواطنين وموجودين امنيين واعلاميين واساتذه محامين، ماناش حاصرين العدد، ما عندناش بوابه في مدخل القاعه، من الشارع ديريكت تلقى القاعه. والاخوه الاعلاميين يشوف هذا اول باب، مانيش انا وهذه مسؤوليتي انا نعتبرها، لكن تنجموا تعدونا الشيء هذا بحكم اللي احنا ما عندناش ثقافه في عقد ندوات صحفيه. مانيش وزاره الداخليه، انا مجرد نقابه عندي امكانياتي المحدوده، ما عملتش. لكن قبل الندوات الصحفيه نتاعكم ما عرفتش مشاكل ما عملناش احنا برشا ندوات صحفيه، وحتى كي عملناها في نزول دونك محصوره. لكن نحب نقول حاجه، انا ما قلتش الكلام هذا راه، انا بدرت مني كلمه واحده قلت اللي يتحرج، وما نصورش الاخوه اللي في منطلق وانه الاخوه الاعلاميين جاوا باش ياخذوا المعلومه هذه. تصورته اللي يتكلم ماهوش من الاعلاميين، قلت اللي يتحرج، وهذا التسجيل موجود، اللي يتحرج ينجم يغادر القاعه، واخويا ممكن الاستاذ جمال موجود، ما قلتش غادروا اللي ما عجبوش هكا بالمنطقه هذه، ماهوش اسلوبنا، ما اللي يتحرج قلت ينجم يغادر القاعه، وانا مسؤول بكلمتي. ورغم عن ذلك كي شفت سوء الفهم بالوقت طلبت الاعتذار الرسمي من الاخوه الاعلاميين، واحنا علاقاتنا طيبه بهم، والكلام اللي صار البرة رو انا ما تحملش مسؤوليته، لاني انا سيد بيدو، لا نعرفه امني، لا نعرفه مواطن. وقلنا ذلك في بدايه الكلمه، قلنا رانا لمده 24 ساعه قبل الندوه الصحفيه راهو يمارس علينا ضغط كبير، وفما تهديدات وفما تليفونات وقعت، وكنا خايفين من الشيء. صح، انت اليوم قلت كلام كثير برشا. هذا هو معناها قلت كلام كثير برشا. سامحني استاذ، على خاطر احتضرت النقابات، نتمنى كانوا الزملاء الصحفيين معناتها يقبلوا الاعتذار هذا، ونتمنى كانوا علاقاتنا لان كما قال سفيان ماشيه وتتحسن، ونتمنى تكون معناتها في بما فيه خير للبلاد. نتعداو توا الندوه الصحفيه اللي تحت فيها عدة. يا رب يقبلوا منا الاعتذار، انا ما نقصدوش، ورانا يدنا ممدوده لكم وما نسمع، وراكم كلنا اصدقائنا وعلاقتنا عائليه اكثر منها. لقيناكم بجنبنا، لقيناكم بجنبنا وقت وقفوا زملاء، واحنا جينا بجنبكم وقت اللي صارت محاكماتكم. نتمنى كون العلاقات بين المجتمع المدني، انتم مثل المجتمع المدني، واول نقابه الصحفيين وعملت معهم اجتماع هما نحن، وسندناكم في الوقفات الاحتجاجيه وغيرها. نرجو الى مجلس الندوه الصحفيه. جاءت الندوه الصحفيه، سامحني سامي. كلمه نحب نقولها، انه صار الانسيدون اللي صار بالطبع مؤسف، لكن الحاجة اللي أنا ريتها فيه بهي أنه توري وما تصير كان في مجتمع فيه حرية التعبير. فوالا، والحمد لله وقدامنا شاهدين أنه السي صاحبي قدم اعتذاره لهالصحفية اللي جات تقوم بعملها، وهذايا بالطبع العلاقات لازمها تتحسن، وإحنا متأسفين ونشكره وفرحانين بهال سي دي سوسيتي وفيها لا ليبرتي دي ليكسبريسيون باش تصير التشنج هذا. نرجو على ما جاء اليوم، طرحت في هذه الندوة الصحفية عدة أطلقت عدة صواريخ معناتها اليوم. يلا جميل، حكيت على الغموض في إعطاء الجنسية في تونس اليوم، حكيت على غرفة عمليات موازية معناتها راقبتوها كأمنيين ولاحظتوها خلال زيارة الشيخ محمد حسان، حكيت على فما برقية نقل من صادرة من وزارة الداخلية لم تنفذ إلى حد هذا اليوم، يا ريت تعطينا أكثر تفاصيل على النقاط الثلاثة هذوما. هو جات المداخلة في النصف الثاني من الندوة الصحفية بعد تدخل الأساتذة بتاعنا المحامين مشكورين، اللي كان تدخلهم قانوني قيم جدا. النقاط نبداو نقطة من نقطة. أول حاجة نرجع شوية للتاريخ، احنا التزمنا قدام الناس في بيان رسمي لما طالبنا بتجديد الثقة في السيد لطفي بن جد وزير الداخلية، قلنا راهو عندنا برنامج. وعندنا برنامج مبرمج وراهو تم عرضه على السيد وزير الداخلية، وفما التزام أخلاقي من هذا. وقلنا لما راوا انه الشيء اللي متفق عليه مش باش يتحقق، رانا باش نسطحوا الحقيقه ونكشفوا الناس بالواقع.
من أول الطلبات اللي طلبناها هو لجنة تكون محايدة صلبة وزارة الداخلية بمشاركة السادة قضاة وغيره باش نفتحوا فيها الملفات اللي كنت تذكر فيها. ويكون وطلبنا قلنا مش ينجم يكون رئيسها هو وزير الداخلية، لكن طلبنا بتشريك النقابات والسادة القضاة والبعض من جمعيات اللي في المجتمع المدني. هذا لتمتين العلاقة وإحداث شفافية أكبر بيناتنا. فما ملفات سخونة اليوم يلزمنا نحكيو فيها مع بعضنا. احنا بينا داخل المؤسسة ما نعرفوهاش، فما تساؤلات يلزمني نطرحها. وين باش نطرحها الأسئلة هذه؟ أنا طلبت باش نطرحها في حلقة داخل وزارة الداخلية تشرف عليها وزارة الداخلية، والمطلب هذا ما لقاش صد من الأول. طلبنا بتغيير بعض القيادات وقدمنا أسماء، قالوا لنا فما برقية في الموضوع. اتصلنا بقيادات عليا في وزارة الداخلية بالتحديد بعض المديرين العامين اللي عنا فيهم ثقة. اجتمعنا بالسيد وزير الداخلية لطفي بن جدو وما خرجناش اللقاء وفحوى اللقاء. اجتمعنا ببعض القيادات الأخرى واجتمعنا بالسيد رضا صفر المكلف بالملف الأمني داخل وزارة الداخلية. وصدقني وأنا ما خبيش عليكم، نفس الشكوك والهواجس والمعطيات اللي يملكها الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي يتشارك فيها أغلب القيادات الموجودة في وزارة الداخلية اللي حكينا معها. دونك فما اتفاق اللي أجمع الناس وأنه الملفات هذه موجودة والشكوك والشبهة موجودة وغيره. شنو اللي بقى هو؟ اتفقنا في معناها إجراء برقية تاع نقل، وكنا ماشيين في الاتجاه هذا وعندنا ضمانات اللي ماشيين في الاتجاه هذا. البرقية وقفت ما نعرفوش علاش في الأسبوع هذا الأسبوع الجاي في ظل الحكومة الجديدة. في ظل الحكومة السيمة دي جماعة بطبيعة الحال نحكي لك راهو في ظل الحكومة الجديدة. مسألة تقول قايل الشعنت، عندنا ملفات، عندنا شهادات، عندنا معطيات أكيدة، عندكم حتى وثائق وريتوها، وعندنا وثائق. هذا فيما يهم القيادات الأمنية. ولما نقول لك أنا فما قيادات أمنية برتبة مديرين عامين ثلاثة، ولما نقول لك قيادات أمنية برتبة مديرين مركزيين وجهويين مش شوية عشرة، لا تحكي على أمن موازي هنا. أنتم ما سميتوه أمن موازي، في علاقة احنا في علاقة بالإرهاب. احنا فما شكون فيه عنده علاقة بالإرهاب؟ احنا قلنا الناس هذوما لم يلتزموا بعقيدة الأمن الجمهوري بالضوابط المهنية والأخلاقية بتاعنا، العقيدة جديدة. هذوما المرحلة هذه ما يلزمهاش، ما يلزموناش في المرحلة هذه. ماناش طالبين احنا عزلهم أو غيره، طالبين يبعدوا من المسؤولية ومن القيادة. أنت مثال أستاذ بتعطيه كل هذا المدام سيهان، أنا بتعطي مثال وأختم في النقطة هذه. أنت لما توصلك معطيات حول وجود إرهابيين في مكان معين في وقت ما أو وجود تعمل سلاح وما تتصرفش، اليوم كيفاش تحبني نعطيك ثقة باش تولي اليوم تخدم الإرهاب؟ أنت وقت اللي احنا نعيطوا ونقولوا فما خطر يهدد تونس أنت ساكت. اليوم كيفاش أنا باش نعطي فيك ثقة باش تمد صدرك الكرتوش وتقدم معايا قدام؟ هذا هو الفكرة اللي حركتنا في الشيء هذايا. هذه أقل فكرة. واضح باهي سي صاحبي. قبل ما نعطي كلمة سفيان نسمعوا مدام سيمة، ولو أنه بعد نحب نرجع لك لأنه تقال برشا كلام واتهامات توجهت لكم سي صاحبي، وأنه لطفي بن جدو وزير الداخلية التزام في الأول بالمشروع النقاب الإصلاحي نتاعك ولكن خرج عليه، فاليوم خرجتوا وتحبوا تعملوا ورقة ضغط من خلال المعلومات اللي عندكم. اثنين تقالوا أنه زاد الندوة الصحفية هذه تزامنت مش اعتباطا مع الاحكام الصادره من محكمه الاستئناف العسكري. بعد تنرجو معك على هذه النقاط مع الاخيان سفيان وجبل، لكن قبل هذه مدام ساميه، هيئه الدفاع عن المتهمين في قضيه الشهداء والجرحى هي اليوم زاد كان الطرف منظم لهذه الندوه الصحفيه. اهم ما حبيتوا توصلوه في هذه المقابله الصحفيه؟ شوف نحب ساعة نوضح اللي احنا تواجدنا اليوم في الندوة الصحفية هذية باش نوضحوا ونوريوا ونعطيوا إجابات على ردود الفعل اللي صارت إثر
التصريح بالحكم على الأحداث متاع 12 الحكم متاع 12 أفريل وجودنا كان باش يوثق أشياء مهمة. ساعة اسمحوا لي باش نقول اللي قاعدة نقول فيه راهو ماهوش رأي شخصي ولا ذاتي وإنما هو ثمرة تفكير لجنة زملاء محامين المتهمين. علاش قبلنا باش نحضروا وباش نتكلموا، ما قبلناش باش نحضروا باش نتكلموا باش نعاودوا نحلوا الملفات. علاش؟ لانه الامر حسم وفات، ثم حكم اصدر. احنا حضرنا علاش؟ لان نعتبروا انه اليوم والهدف من وجودنا اليوم انه ثم قانون مهدد، هذاك علاش حضرنا وهذاك علاش الأساتذة اللي حضروا معانا. ونحب نوضح أنه اللجنة هذية متاع المحامين المكلفين بالدفاع موجود فيها العديد من الجامعيين والمفكرين القانونيين اللي كونستيتيسيونيل. علاش؟ على خاطر نعتبروا أنه اليوم ثم شهيد آخر اللي هو القانون، وما نجموش ما نجموش نرسيو مجتمع قانوني ومجتمع ان اتا دو دووا من غير ما نبداو نحترموا القضاء ومن غير ما يكون ثم فصل بين السلطات. اليوم البيان نتاعكم معناتها اللي توزع معناتها اتهم مباشره، معناتها ما كانش كان رده فعل على اللي صار معناتها الاسبوع الماضي مباشره بعد صدور الاحكام. اتهمتوا مباشره رئيس الجمهوريه ونواب المجلس التاسيسي وتجار حقوق الانسان بانهم تدخلوا في الشان القضائي. شوف شنو الادله اللي عندكم؟ شوف احنا ما نتهموا حتى حد، احنا حضورنا ما كانش بيان فيه اتهام، بيان فيه كان صريح. البيان نتاعنا بيان لجنه الدفاع جاي باش يوضح القانون، باش يوضح امور قانونيه، يعني لو ساكرو سان برينسيپ دو سيباراسيون دو بوفوار ما نجموش نتعداو عليه. ما اتهمنا حتى حد. احنا طلبنا احترام القانون. اون بوز لا كيستيون ديفيرامون. لجنه الدفاع، هيئه الدفاع، هل تعتبر ان رئيس الجمهوريه والنواب من المجلس التاسيسي وبعض الوجوه الحقوقية حاولت تتدخل في القضاء أم لا في هذه القضية؟ شوف لا كيستيون اي سامبل لا ريبونس اي كلير. احنا ما اتهمناش، احنا ورينا الاصبع على اشياء صارت. لما نعتبروه تدخل فاضح وصريح وما نجموش نسكتوا عليه، لانه لما رئيس الجمهورية المؤقت يقول يطلب بالحرص على الطعن في الأحكام أمام محكمة التعقيب والعمل على البث فيها من أجل معقول، بنا حق يدخل في كسلطة إكزيكوتيف يتدخل في القضاء، وكيفاش السلطة التشريعية تتدخل في القضاء؟ لأنه الحكم اللي صدر، سمحني نفكرك، راهو الحكم اللي صدر صدر باسم الشعب التونسي، ما صدرش لفائدة جهة ولا أخرى، صدر باسم الشعب التونسي، وأنت عندك كل حق أنه ما يعجبكش. كي ما يعجبكش اش تعمل؟ يفوسو بوفوار اون كاساسيون. ثم طرق للنقض وصارت. استاذة معك، لما دعا السيد رئيس الجمهورية السيد وزير الدفاع في النهار اللي دعا فيه السيد معناتها رئيس الجمهورية وزير الدفاع للتعجيل بنشر قضية لدى محكمة التعقيب بالتعجيل فيها، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع يعيد ويكرر معناتها في الإذاعات والتلفزيونات وبرقيات وأنه وزير الدفاع لا سلطة له على المحاكم العسكرية في تونس، وبالتالي هناك فما لخبطة ما بين معناتها ما يطالب به رئيس الجمهورية وما بين ما تحبه وزارة الدفاع. معناتها تأكد كونها راهي مستقلة عن وزير الدفاع، السلطة القضائية العسكرية مستقلة، ولكن رئيس الجمهورية عاود ويرجعنا ويأكد كونه وزير الدفاع عنده سلطة على السلطة. ممكن نجمو نحسبوها جمال على الانتخابات المبكرة لرئيس الجمهورية، الحملة الانتخابية نتاعو. الله اعلم. شوف ما نعرفوش شنو هما الحسابات الانتخابيه اللي ثم حسابات. ثم حسابات، لكن احنا حاولنا، ولانه نعتبره كمواطنين
أنه من الخطير والخطير جدا أن يقع التدخل في السلطة القضائية، واستنكرنا التدخل الصارخ لهذه السلطة التشريعية، وكذلك نددنا باختراق القانون وباختراق الدستور اللي مازال كيوقع التشريع متاعه. يعني الدستور اليوم مهدد، الدستور علاش عاملينه وباش نحترموه؟ آخر بند من الدستور يقول تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكل لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنفيذ تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110. يعني اليوم وقع انتهاك هالدستور هذايا، الدستور هذايا ايتي فيولي دو مانيير مانيفيستي غاف، ما نجموش نسكتوا عليه. ما جيناش باش نعاودوا المرافعات نتاعنا، وقعت المرافعات وقدمنا المستندات اللازمه لتبرئه المناوبين نتاعنا. اليوم نحبوا نقولوا كمواطنين انه القانون مهدد. السؤال بسيط، كان ممكن أنكم تعملوا مؤتمر صحفي وحدكم كهيئة دفاع، كان ممكن نقابة القوة الأمن تعمل كونفيرنس دو بريس تاعها وحدها، علاش اخترتوا أنه تعملوها بصفة مشتركة؟ شوف ما اخترناش واللي تقول عليها صدفة جات، خليني نجاوبك لو سمحت. مدام سنة وبعد سي صاحبي، شوف سي سوفيان، احنا وقع استضافتنا وطلبوا منا أنه ندليو بنقط قانونية مهمة، لأنه نعتبر أن القانون مهدد. ماهيش معناها ما أنا با يسيي دو تروفي ان مويان بور انترفونير دون مانيير او دون اوتر. وقع الاستضافة متاعنا، مشينا ويا با دو ريزون باش ما نحضروش. طلبوا منا لأنه les violations sont extrêmement graves وما نجموش نسكتوا عليها. وقع استضافتنا لبينا الدعوة، هذا ما يمنعش انه احنا قايمين وما زلنا باش نقوموا باعمال اخرى باش نوضحوا رايه في النقطه هذه. وبعد جمال نخلي لك الفرصه باش تطرح سؤال، فقط توضيح بسيط جمال قبل ما نعطيك الكلمه على الدعوه اللي وجهتها لهيئه الدفاع، شنو كان الغرض منها اساسا؟ هو الدعوه هو طرح قانوني بالاساس، دونك المخول باش يجاوب فيه هو الاستاذ المحامي. انا كامني صحيح عندي قدره واني نجاوب، لكن مانيش مطلع اكثر بالملفات كما الاستاذ المحامين. احنا المناوبين بتاعهم اللي هما زملائنا الامنيين ما نكرناش فيهم، راه لتوا نعتبروهم العائله الامنيه ونعرفوهم مظلومين من نهار الاولاني، وحضرنا الجلسات الكل معاهم وعائلاتهم احتضرناهم في الاتحاد الوطني نقابات قوات الامن التونسي. لذلك اليوم انا باش نبلغ صوت قانوني، شكون باش نجيب؟ نجيب المحامي اللي دافع على خويا ولا على ولدي. دونك هذا هي العقليه، جبنا المحامين بتاعنا بتاع الزملاء بتاعنا وقدمناهم باش يعطيه طرح قانوني. احنا عطينا رؤيتنا من الناحيه الاجتماعيه اللي المعاناه اللي عشناها، من ناحيه الميدان في الايامات الاولانيه شنو اللي صار فينا وشنو الحاجات اللي ريناهم، عطينا رؤيتنا فيهم، عطينا معاناه العائلات بتاعنا من خلال منين معناها باش ينوبوا المحامين وكيفاش يتنقل الزميل باش يمشي المحكمة العسكرية كيفاش، هذا يقدمناه. أعطينا بعض المواضيع الأخرى، لكن في الأساس حبينا نقولوا راهو بالنسبة للأمنيين هذوما ما همش وحدهم، راهو العائلة الأمنية الكل تعتبرهم لحد اليوم مازلنا ومازالوا ولادها، وراهو المحامين هذوما ما همش وحدهم، راهو كما زميلي اليوم في الحبس نجم نكون أنا غدوة، لأنه القانون الأساسي ما تبدلش، لأنه القانون عدد أربعة ما تبدلش، ما تبدلتش المنظومة التشريعية، القوانين الأساسية اللي تنظم التدخل بتاع رجل الأمن في الميدان ما زالت نفس المنظومة اللي حكم بها بن علي. أنا بيني مهدد في أي وقت للدخول للسجن. سي صاحبي، لكن اليوم قلت كلام مهم جدا، قلت لن بعد اليوم لن ننفذ أي أمر يأتينا من أي كان يخالف قوانين وروح الدستور. بطبيعة الحال حسب الدستور التونسي الجديد احنا امن وطني امن جمهوري، ننفذ القوانين تحت تأييد علوية القانون. النص في الدستور موجود، النص شي يقول بصريح العبارة، يا حسرة احنا ما عادش قبل كما كان في القانون الأساسي الفصل 2 رئيس الجمهورية يعطي تعليمات مباشرة، ساعة ينجم يعطي مباشرة للأعوان الميدانيين أو عن طريق وزير الداخلية أو الوزير الأول يعطيه التعليمات، وكل من يخالف هذه التعليمات شنو ما قالوا؟ القضاء العسكري وحال على المحاكم العسكرية.
اليوم الحمد لله الثورة جابت لنا حاجة مهمة بالنسبة لنا نحن كأمنيين وكتوانسة كلنا. الأمن الوطني أمن جمهوري، شو محليها الكلمة؟ قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام. أنا قانون أنا ننفذه، قانون التعليمات نخدم تحت عائلة تحت دكتاتور؟ لا، أنا تحت القانون. واليوم احنا نحكيه على محكمة دستورية ووقعت المصادقة عليها داخل المجلس الوطني التأسيسي، واليوم فما جدال قانوني وهذا اللي قراه هنا الأساتذة حول مشروعية ودستورية القانون اللي يحبوا يمروه اليوم في المجلس التأسيسي. لذلك المطلب واضح، وأنه أنا ما ننفذ حتى قانون إلا ما يكون موافق عليه المحكمة الدستورية، وهذا ما ينص عليه الدستور. أنا اليوم قاعد نطبق في روح الحرية اللي جابتها لي الثورة، قاعد نطبق في الدستور. أنا اليوم نعطي مثال في احترام للدستور، هذا هو العقيدة تاع الأمن الجمهوري. كيفاش نبني أنا مستقبل؟ نبنيه على منظومة بن علي، منظومة ديكتاتورية. أي قائد سياسي يجي اليوم ينجم يحكم فيا ويصنع من خلالي أنا، يستعملني عصا باش يصنع ديكتاتورية جديدة. نسينا سليانا؟ احنا ما نسيناهاش بعد الثورة. نحكي احنا ما نسيناهاش. سنيا عندها إضافة ميساج نسمعها لو سمحت. حبيت نعاود نعطي الإطار نتاع التدخل نتاعنا اليوم كمحامي لجنة الدفاع. راهو على إثر البيان اللي صدر وأصدرته الصحافة وقعت الدعوة نتاعنا. ولو تسمحوا ثم نقط نحب نرجع لها لأنها مهمة ومهمة جدا. أهم النقاط ثم نقط ثم حويج قلناها، وثم طبعا الخلط بين السلطة إلى لا فيولاسيون دو لا لوا و لا كونستيتيسيون. ثم حويج أخرين اللي هي مهمة وخطيرة جدا، منها اللي قاعد توا يصير للتخطيط لأحداث محاكم استثنائية. هذايا يرجعنا التاريخ محكمة أمن الدولة، ويرجعنا كذلك لتاريخ عالمي اللي هو لو غوفيرنمون دو فيشي. وهذه اليوم وسمة عار في تاريخ فرنسا. علاش؟ على خاطر الأحداث الدوائر الاستثنائية هي ما تعني أي شيء إلا لتكريس دولة استبداد، وهذا ما نجموش نقبلوه. ثم نقطة أخرى اللي ما زلنا ما جبدناهاش وأثرناها لأنها مهمة، هي أنه ما ثماش مواطن ينجم يتعاقب مرتين. اليوم يتعاقب مرتين على قضية على نفس القضية اللي من في سنوني بي سيني دم. ما نجموش نعاقبه نفس المواطن، مبدأ قانوني ودستوري وموثق تبقى المعايير القانونية العالمية اللي العباد الكل فهمتها، القانونيين الكل. ما نجموش اليوم اللي نحاولوا نبثوا ينفو انستوري انيتا دغوا دو دغوا، ما نجموش نرجعوا فيها، يعني ماهوش ممكن. هذاك علاش اليوم وجودنا وقع تلاوة هذا بيان، لأنه نحبوا نرسخوه، نحبوا نوريو أن ما نقبلوش أي تعدي على القانون أو على الدستور اللي وقع. واضح، يعطيك الصحة. سفيان بن حميدة، هو راهو اللي صار الحكم هذا نتاع المحكمة العسكرية وقضية شهداء وجرحى الثورة والأحكام اللي صدرت فيها، راهو عندها جانب إيجابي كبير، أنه خلات البلاد تتحرك، العباد تخمم، تطرح في تساؤلات، ولينا نحكيو معناها قيمة القانون، قيمة علوية القانون، علوية الدستور. كل هذه المفاهيم راهي ثلاث سنين التالي ما كانتش موجودة، ولا كنا نحكيو عليها ككلام نتاع خطابات كشعارات لكن من غير محتوى. دونك ايجابي انه نحكيو في المواضيع هذه، وباش نلقاو حل في اطار روح الدستور وروح الثوره. انت وان كان اذا انا نوافقك استاذه 100% موقفي ضد المحاكم الاستثنائيه، ضد الدوائر الخاصه لان محاكم استثنائيه في النهايه، لكن راني مانيش موافقك برشا في المقارنه مع الغوفرنمون دو فيشي. لسبب بسيط، هو أنه الغوفرنمون دو فيشي سيت ان غوفرنمون دو كولابو افيك لي نازي.
احنا في تونس احنا في تونس احنا في تونس الناس المختلفين معاهم التوانسة ضد التوانسة دونك ما فماش نفرقوا بين التوانسة ما لازم كولابوراتور نفرقوا بين التوانسة خاطر ما عندناش دي كولابوراتور ما عندناش نفرقوا لأن الشعب واحد الشعب واحد دونك بعيد سامحني نفرقوا دونك بعيدة على الجوفرمون دو فيشي المحاكم الاستثنائية خلت وسمة عار ما لازمناش نتجهوا للاتجاه هذا لأنه ثم البديل هو تطبيق القانون وتطبيق الدستور هذا هو اللي مطالبين موافقك مانيش موافقك فقط في المقابلة عشان أنا وقت خلينا نكمل بعض فقط السي صاحبي جويني لأنه ما جاوب على غرفة العمليات هو شنو هي حكاية هو من باش نقول لك مباشرة مباشرة ومع شوية مباشرة انا بتصور اليوم انا ما جبتش حاجة كلامك هيك انا قلت لكم راهو اليوم في المؤسسة الأمنية فما اتحادات النقابات قوات الأمن التونسي حريص على تطبيق عقيدة الأمن الجمهوري وكنا نعسوا وكنا نلموا في المعطيات وكنا الحراس بتاع البيت بتاع وزارة الداخلية خذينا ثم أسئلة طرحت علينا كنا نتمنى نطرحوها في وزارة الداخلية اليوم أثناء زيارة لمدعو محمد حسين الشيخ محمد حسين في 30/4/2013 مطار تونس كارتاج الدولي شفنا بعض الحاجات اللي غريبة على عاداتنا الأمنية شفنا ناس عندهم أجهزة ديزيكوتور وذوما بعض الصور وقتنا في باش نوريو تصاور للكاميرا سي صاحبي ميساج صورة صورة الكاميرا هذه ناس هذوما عندهم أجهزة سوفيستيكي معناها متطورين قاعدين يتواصلوا مع بعضهم يمثلوا الحماية حبينا نسألوا وجود أجهزة من النوع هذايا يفترض وجود قاعة عمليات هي اللي توزع المكالمات السؤال الثاني اللي طرحناه على أنفسنا القاعة هذه والناس القاعة هذه وظيفتها هذوما مش أمنين ساعة باش نبداو متفاهمين احنا تأكدنا بحثنا اللي هما مش أمنين الناس هذوما مهمتهم كان في استقبال الضيوف ولا عندهم مهام أخرى قاعة عمليات تخدم كان وقت يجي ضيف يخدموا به وإلا عندها مهام أخرى احنا كأمنيين نحبوا نعرف وين الناس هذوما ساعة مسلحين ولا مش مسلحين هو يقوم بخدمتي أنا شنو يقصوا السيد هذا معناتها فماش دولة جهاز متطور تبارك الله باينين معناها نزيدو نوريو شوية صور باينين خويا صاحبي الأجهزة نحكي لك اسمها قاعة عملية سامحني طريقة تصرفهم مش هوات هذوما أنا نحكي اليوم مجموعة الأسئلة هذه نحب نعرف أنا كأمني شكون عنده قاعة عمليات شكون يتصرف بالطريقة هذه إذا كان شركة بتاع سوجيكات يعلمون عليها تاع حراسات خل نعرفوا على الأقل نطمئنوا ونرتاحوا ليطمئن قلبي إذا كان جمعية أو أحزاب سامحوني احنا نتصور في وزارة الداخلية مع الناس تقاليد باش حزب يكون عنده قاعة ولا جمعية قرآنية تكون عندها قاعة عمليات هنا السؤال المطروح اللي حابين نسألوه واللي ألحينا فيهم واليوم مالوريزمون الشيء ما عادش ينجم واحد يسكت عليه جينا طرحنا المشكل قدام الإخوة الإعلاميين اللي نعرفوهم باش يتحملوا الأمانة في معرفة الحقيقة باش الناس تعرف اللي الاتحاد الوطني مسؤول على كلامه والاتحاد الوطني نقابات قوات الأمن التونسي شعاره أمن تونس أمانة بين أيدينا والله يرحم الشهداء بتاعنا أمين يا رب إن شاء الله مدام سامية تقريب في دقيقة ماكسيموم نختم معك بسؤال حول تصريح كان جاء على لسان هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة قلت أنه محكمة التعقيب ما تنجمش تحسن في قضية الشهداء والجرحى قبل عامين معناها القضية دي ما زلنا باش نضرو فيها عامين أخرين على الأقل 70 بواطة ولا شوف العامين هذوما شنوما الزملاء يوضحوا وحبوا يفسروا كماتيريالمون بطريقة مادية اليوم غير ممكن باش المحكمة تطلع على جميع الوثائق وإذا كان يخدموا كل يوم 17 ساعة في النهار ما يخلطوش يلزم على الأقل عامين
ومش هذايا هو المهم. المهم أنه اليوم ما لازمناش نعتبره أنه المحكمة اللي بشتاق على الأكور دو كاساسيون ما هيش هي اللي بشت معناها كانوا شيء سي اوبليغاتوار هي باش الفا كاسي لو لا ديسيجن سو كي دي با فري. الحاجه المهمه انه اليوم ماديا بطريقه ماديه ما تنجمش تشوف وتطلع على جميع المستندات هذه الحاجه. والحاجه الثانيه راهو لازمنا نذكروا انه لا كور دو كاساسيون نيكزامين با لي في لا كور دو كاساسيون اكزامين لابليكاسيون دو لا ريغل دو دووا يا هل ترى القانون وقع تطبيقه او لا. ما ترجعش للحيث ما ترجعش للاحداث وما ترجعش للوقائع كيف صارت وما تعودش ترجع للاشياء الماديه هي باش الفا اكزاميني يا هل ترى القانون وقع احترامه وقع تطبيقه كما يلزم ولا لا. والله حياتك الصحه مدام سميه مقطوف كلمه راهو من ضمن البيانات ما نعرفش ثم صحفيين ومش كل صحفيين تعرضوا لها لانها مهمه. راهو لجنه الدفاع على المتهمين لانه فاس ا سي فيولاسيون غراف يا سي مناس تاع لو دغا باش نتهجوا مش للخارج باش نتهجوا فوالا باش نتهجوا لي لانه هذا حق من حقوقنا ان نتهجوا للمفوضيه الساميه لحقوق الانسان بجنيف باش ندوا لي فيولاسيون غراف القضيه فوالا لانه عندها عندنا الحق عن الحق ا بارتير دو مومون او ثم دي زاليغاسيون سيريوز توري انه ثم خرق للقانون وللدستور وانه المواطن ماهوش في حمايه من هالمخاطر هذه والهيموناس هذوما نجموا نتجهوا لهالاورغانيزاسيون دو اللي تهتم بالبحث عن هل ترى وقع احترام ولا لا ولا يلزمكم وفينا الوقت انتهاء الاجراءات التنفيذيه دينا في تحريره دينا الاجراءات في تحريره ونخبه من هالمحامين باش يتجهوا لجنيف لتقديمه. انا مش فكري لانه بانه باش تقع تدويل القضيه دونك حتى جمال صلح لي المعلومه هذه. واضح الموقف نتاعك مدام سامي مقطوف محامي هيئه الدفاع عن المتهمين في قضيه الشهداء والجرحى. يعطيك الصحه ومرحبا بك سي الصحفي جويني المكلف بالشؤون القانونيه بنقابه قوات الامن الداخلي. يعطيك الصحه على كل هذه المعلومات. احنا عندنا قضايا نحب ندولوها. يعطيكم الصحه سفيان الجمال. نحن نمشيو مع فاصل وبعد عندنا موضوع اخر ضيفتنا باش تكون امل بالحاج ناشطه حقوقيه سياسيه ليبيه مرشحه للرئاسيات في ليبيا. نرجع على الموقف هذا بعد مع ضيفتنا بعد ما نشوفوا مع بعضنا هذا الفصل.